صباح الخير، انا اكرم وهذا واحد من النباتات الطبيعيه اللي يطلع بموسم الشتاء. طبعا هذا النبات يسمونه الخبيز. هذا النبات ينوكل، شوفوا ايش قد جميل. هذا اذا شفتوه بالحديقه فهو نبات الخبيز. هاي الورقه مالته، شوف الورقه ايش قد جميله. طبعا هذا يطلع وحده طبيعيا، اذا طلع عندكم بالحديقه فلا تخافون من عنده، تقدرون تخلونه. يعني هو البذور مالته تنتقل عن طريق الهواء، عن طريق الحشرات، عن طريق العصافير، وسبحان الله من تكون الظروف مناسبة وملائمة راح يطلع ويخضر عندكم. طبعا هو شكله هم كلش حلو، يعني انا افضل اذا طلع بالحدائق عندكم لا تعتبرونه من الاعشاب الضارة اللي ممكن تأثر على الحديقة مالتكم، وتقدرون تعوضون المواد الغذائية اللي يمتصها هذا النبات عن طريق اعطاء الاسمدة، سواء اسمدة طبيعية مثل مخلفات الدواجن او الحيوانات اللي احنا نسميها اسمدة عضوية، او اسمدة كيميائية. المشهور عندنا الـ MBK والداب، تمام؟ تقدرون تعوضون المواد الغذائية، ومن ينتهي الموسم هو راح يموت تلقائيا. او المعالجة اللي انا افضلها انه هذا النبات تجي من منطقة الساق، تقطعها منانه وتخلي جذوره بالارض، هي الجذور مالته راح تتحلل وتتحول سماد عضوي بالتربه. ومثل ما قلت انه هذا بعض النباتات او بعض الاعشاب اللي تطلع بالتربه، واذا كان شكلها حلو، كان شكلها مقبول مثل هذا النبات اللي هو الخبيز، لا تقطعونه، لا تعتبرونها اشياء ضاره، لا تعتبرونها اشياء مو زينه. انت تقدر تعوض المواد الغذائيه اللي موجوده بالتربه عن طريق اعطاء الاسمده. مو كل شيء يطلع بالتربه واو هذا راح ياثر على النباتات، راح يخلي المواد الغذائيه، لا، خلي فد شكله جميل ولطيف. ومثل ما ذكرت انه هذا تقدر تتناوله، هذا النوع من النباتات اللي هو اسمه الخبيز تقدر تتناوله وتاكله كلش طبيعي الموضوع. شوف هو بين الحص وبين هذا ومخضر، شوف شكله، شوف شكله ايش قد جميل.